هتقولوا لي يا فيفا ده احنا قلنا خلاص بقى هنخس واحده واحده كده وايدينا بايدين بعض وهنرجع لقواعدنا سالمين وعاملين نعد في الكيلوات كيلوات الكيلوجرامات اللي اتخنقها بالفتره اللي فاتت وقلنا بقى هنستوب وهنقلل كده وهنرجع تاني قبل الصيف. بصوا بقى يوم واحد مش هيجرى حاجه، نعمل حاجه حلوه على كيفنا تمزجنا وبعدين نرجع تاني قواعدنا سالمين. وانا شايفه اصلا ان عادي لو عملنا الحلو اخدنا منه حته صغيره، يعني احنا اللي نحدد الكميات اللي نكون عايزينها وناخدها، يعني بلاش ناكل من ايه؟ من الطاجن، يعني ممكن نحط في طبق فنبقى عارفين الكميه اللي احنا واخدينها، وبكده نبقى دقنا ما حرمناش نفسنا من حاجه وحلينا بقنا وفرحنا نفسنا وفرحنا الولاد. طيب هو كل ده على ايه؟ يعني هو ايه اللي مستاهل ان احنا يعني الكيلوجرامات اللي عمالين ننزلها واحده واحده مع بعض كده نرجع نعبيها تاني ولو في يوم واحد؟ ايه هو الحلو اللي انت عماله تشكري فيه ده؟ بص بقى خلينا متفقين ان اي حاجه البشاميل اللي بيتحط عليها حلو او حادق بينقلها في حته ثانيه. فتخيلوا كده معايا، تخيلوا واحده واحده كده، ها بصوا يعني تخيلوا بس كده ميكس تمر عليه بشاميل مكسرات، متخيلين ممكن يطلع معانا عامل ازاي؟ متخيلين الطعم الحلوانه؟ ها بقول لكم هتاخدوا معلقه في الثانيه في الثالثه كده وهتحسوا ان انتوا ايه بتتسرسبوا كده لانه هو حلو بس مش حلو قوي، ما يجزعش النفس. حمستوك قوي؟ طب تعالوا بقى نقول المقادير. اول حاجه عشان نعمل تمر بالبشاميل محتاجه كيلو تمر طري زي ما انتم شايفين، طبعا شلت منه ايه النوى. هحتاج شويه سمنه بلدي حلوه قوي طعم القرفه وجوزة الطيب مع التمر، وكمان اي مكسرات عندك ان شاء الله سوداني مش هايدك بحاجه، جمل، لوز، فستق مجروش، ان شاء الله شويه زبيب وجوز هند، مش بايدك خالص بالمكسرات، كل واحد وعلى قد امكانياته. هحط بقى بشاميل. طب البشاميل عندي بقى عباره عن ايه؟ بصي بقى 5 معالق كبيره زبده، قدامهم 5 معالق كبيره دقيق، قدامهم 6 كوبايات لبن، كوبايه سكر، كيس كريم شانتيه، واحدة قشطة علبة كده، وممكن جدا جدا نحط قشطة بلدي، وكمان الفانيليا. خلاص مقاديري تاني سهلة قوي وبالراحة واحدة واحدة وهقولها لكم تاني. كيلو تمر طري عندي اكيد من رمضان اتفضل لي حبة هيشتغلوا معايا حلوين قوي، شوية سمنة بلدي، قرفة، جوزة الطيب، جوزة الطيب رشة صغيرة مع القرفة، مكسرات اللي عندك، انا هنا عندي عين جمل، لوز، فستق مجروش، انت عندك زي ما قلت لك شويه سوداني يبقى حلو قوي، شويه زبيب وجوز هند هيبقوا تحفه. البشاميل 5 معالق كبيره زبده، 5 معالق كبيره دقيق، 6 كوبايات لبن، هحتاج عليهم كوبايه سكر، كيس كريم شانتيه، وعلبه قشطه سواء بلدي او معلبه، وفانيليا. اول حاجه هبدا اعملها ايه بقى مع بعض؟ انا هنا عندي التمر زي ما قلت لكم شلت النوى، هو طري، بصوا طري اهو اهو اهو، بصوا طري خالص اهي، بصوا طري اهو، خلاص اهي. انا بقى هحطه هنا في الوك برضو بتاعتي او الطازه، هديله بس ايه تقليبه كده حلوه بالسمنه او بالزبده اختياري. خلاص حتة كده سمنة معاه اهي، ونزلها، هطري برضو التمر شوية ياخد كمان حتة. خلاص سمنة زبدة اللي موجود عندي هستخدمه، بقولكوا يعني حاجة تاخد العقل كده. خلاص اهي واحطها على النار بقى واحده واحده، هلاقي السمنه بتسيح، الزبده بتسيح، اي حاجه عندي ماده دهنيه، وكمان هلاقي عندي هنا التمر بدا يطرى اكتر. خلاص بدا يطرى شويه معايا، طيب اهي وعلى نار هاديه عشان ما ينشفش مني.
طب انا هقول لكم، انا هحط دي على نار هاديه واروح اشتغل على ده. هحط لكم دي هنا اهي، وهشتغل هنا خلاص علشان انا هعمل البشاميل. بس نعلي تاني دي بس كده خلاص. وهحط ايه عندي؟ التمر هنا على نار هاديه، اتفقنا؟ يبقى شويه التمر اللي عندي اهم مشي، هروح حط عليهم معلقتين سمنه وعلى نار هاديه وسايباهم. حلو الكلام، كلام جميل، كلام رائع اهو. طيب هعمل ايه بقى هنا؟ يلا نعمل البشاميل بتاعنا زي ما اتفقنا. هنعمل ايه؟ زبده اهي، عايزه اقول لكم زبده سمنه اللي انتوا عايزينه اهو، بس هو بالزبده بيكون تحفه. وهحط ايه؟ بس نقطه زيت كده بس صغير. حلو الكلام، كلام جميل. وادي الدقيق بتاعي، اقلب اهو تسيح معايا. طبعا حطيت لي نقطه الزيت دي علشان الزبده عندي هنا ايه ما تتحرقش، مش عايزه لونها غامق، مش عايزه طعم الحرق. مع ان في وصفات على فكره بنحرق فيها الزبده وانتوا شفتوها معايا، وعلشان تديني الطعم اللي هو شويه تحسوا كده ان انتوا في ريحه بندق وطعم ايه بندق كده، البندق بتاعنا اهو. الزبده عندي ساحت، هروح منزله الدقيق ومقلبه كويس جدا اهو. لازم تكون كميه الزبده قد كميه الدقيق علشان تظبط لي المقدار اهو. الاثنين مع بعض خلاص اهو. وتعالوا بقى نشوف البلح بتاعنا، نقلبه كله ده على نار هاديه عشان ما ينشفش مني. ايه هلاقيه بيطرى معايا اكتر وبيلمع اكتر؟ ها، محدش بقى يستغل الفرصه دي ويروح جايب العيش الفينو وعامل سندوتشات. مش هتلاقي بقى حاجه تعمليها في الطاجن، لان ريحته دلوقتي عايزه فعلا الواحد ياخد كده ويعمل سندوتش فينو كده. يا سلام، لا مش عايزه اقول لكم، تحفه. كاني بعمل البلح اللي احنا بنعمله بالسمنه بالظبط، مديني نفس الريحه. ماشي اهو، اروح هنا بقى واروح بقى. تعالوا نحط اللبن بتاعنا اهو، واحده واحده زي ما متعودين. انا هقرب هنا علشان اعرف اقلب براحتي، هقرب قدامي كده واحده واحده. بصوا زي ما متعودين البشاميل اللي بنعمله ازاي، نحط حبه لبن نربط ونفك تاني، ودي اسهل طريقه. اسمع بقى بعد كده حد يقول لي فيفيان طريقه البشاميل ايه؟ اظن يعني اتهرت خلاص. اظن يعني مبقاش دلوقتي حد ممكن يكون بيكلكع معايا البشاميل، ولا يبقى مش عارف طريقته ولا ازاي ولا المقدار. اهي تيالي المقدار بسيط، الزبده بالمعلقه قد الدقيق بالمعلقه قد اللبن بالكوبايه، بس زياده كوبايه محفوظه. يعني لو كوبايتين لو معلقتين دقيق قدامهم معلقتين سمنه او زبده قدامهم 3 كوبايات لبن، ببساطه كده بربط اهو بمنتهى السهوله. شايفين؟ يبقى كريمي خالص، كريمي كريمي كده. واروح عامله اللبن تاني، وقلنا ان لو حطينا اللبن مره واحده اقعدي بقى فكي بقى الكمية دي من هنا للصبح، وهتفضل برضو مكلكعة فيها حتة نونة، لكن هنا لا اهو خالص معايا بيفك اهو وبيربط تاني. يلا تعالوا نحط اهو. طبعا هنا انا محضرة السكر، هحطه على طول وهو سخن علشان عندي السكر هنا يدوب على طول. وعندي كمان هنا كريم شانتيه، يبقى حلو جدا جدا في البشاميل يا جماعه، بيبقى تحفه، بيدي البشاميل كده طعم حكايه، بيخليه كريمي وحلو قوي.
اهو هفضل اقلب اقلب اقلب. يلا نحط الباقي بقى خلاص كده، احنا كده ايه ربطنا خلاص كده. مادام القوام عندي كده بدأ يكون خلاص سايل، يبقى احط الكمية بتاعتي ويبقى تمام كده. فاضل لي هنا كوباية وارجعه تاني على النار. قبل بقى ما يسخن هحط ايه على طول؟ الكريم شانتيه زيه زي النشا، لازم يدوب في حاجة مش سخنة. فقبل ما يسخن على طول اروح اجيب الكريم شانتيه واروح عاملاه اهو وايدي فيه، وبعدين احط السكر واقلب كل ده، وبعدين احط عندي هنا القشطة الخطيرة. بقول لكم اختراع هتدعولي، مشوها هتدعولي. وادي رشة ايه الفانيليا، واقلب بقى كل ده. اجيب بقى الويسك بتاعي علشان اقلب، ممكن دي بتبقى حلوة جدا كمان عشان الازعاج، اللي هي بتاعت ايه المكرونة السباجيتي، بتبقى معايا حلوة جدا كأنها مضرب الويسك كده. بس اهو ارجع بقى كل ده على النار، هيفك معايا ويبقى كله تمام. ماشي. طيب نيجي بقى هنا لايه اهو، تعالي ماشي، عندي هنا اهو العجوة او اللي انا بحولها اللي هو التمر اللي انا حطيت عليه شوية السمنة. بصوا طرة الدنيا اكتر ازاي، بصوا بقى عندي اهو كأنه بعمله اهو، شايفين شايفين؟ ممكن احوله العجوة بمنتهى السهولة اهو، خلاص على نار هادية خالص، بينزل هو السكر بتاعه وبيطري الموضوع. وادي هنا ايد كمان في البشاميل. بقى الباقي عندي سهل جدا. ايه الباقي عندي سهل جدا؟ يعني كل اللي هعمله ان انا ايه هجيب طاجن وارصص فيه العجوة وارصص فيه البشاميل وخلاص. احط هنا رشة جوزة الطيب على التمر بتاعي، وارش هنا رشة قرفة على التمر بتاعي، برش رشة قرفة ورشة جوزة الطيب. ادي اهي رشة جوزة الطيب ورشة قرفة، قصدي تخيلوا كده بقى الطعم. ماشي، مش هحكي لكم انا على الطعم بيبقى عامل ازاي. واقلب تقليبة حلوة اهو. بصوا بقى عندي هنا البشاميل هيربط معايا على طول، مش هياخد وقت خالص. المقادير بتاعتي حلوة جدا، ريحته بدأت كده تديني حلوانة عشان هو طبعا حلو. وادي هنا عندي التمر خلاص بقى معايا خلاص، يعني بصوا ريحته كمان بقت مع جوز الطيب والقرفة تحفة. اروح بقى فاصل صغير وارجع بقى نظبطهم ونربطهم ونكمل بقية حلقتنا، استنونا. وحصلت البقبقه. بصوا بقى، بصوا البلح بقى عامل التمر لونه ازاي، بصوا بقى البشاميل بقى، بصوا بقى البقبقه، بصوا البقبقه العظيمه تمت بنجاح. ماشي، وقوامه عامل ازاي شايفين؟ بصوا انا عايزه القوام ده، مهلبيه، كاني بالظبط بعمل مهلبيه، شايفين تحفه. اجي بقى للطاجن الحلو بتاعي كده بسرعه بسرعه. انا هرش رشه هنا جوزة الطيب على البشاميل كمان، لا ومش كده وبس، رشة ملح صغننة. ايه ده يا فيفا ازاي؟ لازم يا جماعة اي حاجة حلوة نرش عليها رشة ملح عشان تظهر القطامة. بصوا بيبقبق مش معجن، شايفين قوامه يجنن اهو. ارفعها من على النار بقى، واجي بقى هنا للطاجن بتاعي بايركس بتاعي، اخترته يكون شفاف عشان نتفرج على الجمال، وانزل بيه اهو
التمر الحلو بتاعي ده واوزعه. مش عايزه اقول لكم عامل ازاي، تحفه وطري ومش مستحمل وعايز هو رغيف فينو وتخلص العمليه. وزعته تمام خلاص. بصوا بقى شويه مكسرات اتفقنا اللي عندنا، المكسرات اللي عندنا خلاص. ايه بقى ننزل بالبشاميل، يلا بينا. هوب، بصوا الحلاوه بقى اهي. دي بقى عامل الربط ما بيننا كده وما بين مين، ما بين التمر. دي اللي هتدينا التمر بشكل مختلف. بس كده كله معايا اهو. تعالوا بقى نوزع البشاميل بتاعي اهو. مش عايزه يبقى طبقه كبيره، لا انا عايزه يبقى الموضوع متناسق اهو. شايفين التمر وعليه البشاميل. تعالوا بقى نرش كمان ايه بقى، الزبده يا سيد، عايزه زبده. طيب نرش بقى رشه ايه هنا، مكسرات عين جمل اللي عندنا خلاص. شويه زي ما قلنا ابسط حاجه ايه، شويه زبيب وجوز هند حطيهم. عندك شويه سوداني مش هيقولوا لا، مش شرط المكسرات دي خالص خالص خالص. وادخلها بقى الفرن. انا كل اللي عايزاه شويه شوايه بس كده، انا عندي كل. الله، هو مش عايز حاجه. هو اصلا دلوقتي مش عايز يدخل الفرن حتى من جماله، بس طبعا هندخله الفرن شوايه بس كده، واطلعه ونتفرج على الحلاوه والميكس الجديد الجميل. يلا بينا ندخل. يلا خلاص.